الدور دي طموحات المواطن المصري بعد ثورة يناير وثورة 30 يونيو، وقد إيه كمان هي متوافقة مع المواثيق الدولية وتماثل الدساتير الأخرى في العالم. لكن قبل ما أتكلم أنا حابة أتكلم عن خطتنا لمراقبة الاستفتاء على الدستور نظرا لأهميته الشديدة طبعا. يمكن أغلب حضراتكم تعرفوا إن مركز ابن خلدون هو من أوائل المراكز في مصر اللي بتراقب، ده كان من سنة 1995 لغاية النهاردة. في الفترة الأخيرة طبعا كان في استفتاءات كتير وانتخابات كتير، وده خلانا نستحدث طريقة جديدة للمراقبة، دي برضه هنستخدمها في مراقبة الاستفتاء الجاي، وهي عمل استفتاء مميز. ده هيكون الحاجة الجديدة اللي هنضيفها لعملية مراقبة الاستفتاء اللي بتتم بشكل تقليدي. والهدف من عمل استفتاء موازي أكتر من حاجة. أولاً إحنا مش هنبقى بنقيس الناس بس قالت نعم أو لأ بنسبة كام في المية، فبالتالي هيكون عندنا نتيجة نقدر نقارنها بالنتيجة الرسمية اللي تطلع ونعرف إن أنا مصداقية النتيجة الرسمية، لكن كمان هنضيف لده قياس مدى الطريقة اللي صوت بيها الناس، بمعنى إيه؟ هل قرأوا الدستور أم لأ؟ قبل ما يصوتوا، هل التصويت كان على اساس عاطفي ام على اساس او بناء على علم زي ما بيحصل في اي دوله محترمه يعني، وهكذا. فالهدف من ده ان بعد كده لما نيجي نحلل هذه الاستفتاءات الموازيه على الدستور او استطلاعات الحقوق في حاله الانتخابات البرلمانيه او الرئاسيه، انها تدينا مؤشر على مدى التطور الديمقراطي اللي حصل في الدوله المصريه